فكرة حلوة برضو إن عيد ميلادي يتعمل في ملاهي. على الله بس أبو الولد يعني يحاسب على كل اللي عايزه. استنى يا هشام. إيه؟ هو إحنا نقول لهم إن إحنا مخطوبين بقالنا قد إيه؟ لازم نتفق عشان كل واحد فينا يتسأل لوحده ونقول نفس الحاجة. شهر ونص مثلا؟ تهيألي شهرين. ليه؟ أنا مش حاسس إن علاقتنا تدي شهرين. ماشي تمام. طب هو أنت بديت الدبلة؟ خليها في اليمين؟ أنا آسف. أنت بتهربك؟ معلش. بجد؟ كويس إنك فكرتيني، برافو عليك. يا لهوي يا هشام. معلش معلش معلش. يلا. استنى. هو احنا نقول لهم ان انت بتشتغل ايه؟ مدير اوتيل في الغردقه. لا ما ينفعش نقفور قوي كده، الحاجات دي بتتفقس. على فكره دي شغلانتي الاصليه. ماشي تمام. لو ده يريحك يعني. انا ممكن امشي لو مش مصدقاني على فكره. يا سيدي خلاص، مدير اوتيل مدير اوتيل، اتفضل. انا متوتره. ايه؟ طب واحنا نقول لهم احنا اتعرفنا على بعض ازاي؟ هو انت جاي تفتكر هنا ليه؟ ما اتكلمناش في ده قبل كده ليه؟ يا سيدي معرفش بقى، انا قلت انا هاخدك في ايدي كده وخلاص، كل ما اجي اقرب منهم خطوه بفتكر اسئله جديده اعمل ايه يعني، قلت متوتره. احنا نقول لهم احنا اتعرفنا على بعض ازاي بقى؟ نقول لهم اتعرفنا على بعض ازاي؟ ممكن نقول مثلا ان بودي كان بيلعب في تيم بتاع اوتيل، وانت الويتر جه ينزلك عصير مانجا، فانت اتسحلتي مع الشاليمو اللي بيسيهم كده. في الوقت ده بودي وقع في الغويط، مين بقى بيمر على الاستاف؟ مدير الاوتيل. فرحت ناطط بهدومي انقذته، طلعتهولك وانا بديهولك، بقى عنينا خبطت في بعض والعابنا رايق بقى ودباديب وقلوب كتير وكده. اوفر يا شيخ، اوفر جدا والله. انا اتعلمت ان كل ما الكدبه كبرت كل ما اتصدقت اكتر. زي مدير عام اوتيل كده. بعدين بقى بقول لك ايه، احنا نقول لهم ان احنا اتعرفنا على تندر ولا حاجه، سهله وبسيطه وتتصدق. اوكي ماشي. ايه ده؟ الله، احنا اللعبه دي امنيه حياتي العبها من وانا طفل. شكله هيبقى اوردر زي العسل. وانتوا بعد الجواز بقى هتقعدوا في الغردقه ولا انت هتنقل هنا؟ لا يعني هو الوضع المثالي طبعا ان انا افضل هناك، وكل شهرين ابقى انزل اجازه اسبوع كده، مبقاش في مشاكل، الحياه لذيذه برضه. لميا وبودي وحشوني شويه، عارفة فكرة برضو نجدد الأشواق وخلينا نتبسط يعني. هو أنت هتسيبيه يبعد عنك كل ده؟ مش هتخاف عليه؟ لا طبعا سيبيه يحلم، هو فيش تتوسع على الوضع ده. لا في، على فكرة حياتهم كانت في منتهى السعادة لحد ما عاشوا مع بعض. هما مين دول؟ زميلي رامي محسن، واحد من زمايلي يعني. لما نزل عاش هنا حياته اتدمرت تماما بعد ما كان مدير عام، نزل بقى ملطشة، كله بيلطش فيه. يا نهار أبيض، ده انا لو مكانه كنت انتحرت. لا هو ايمانه قوي الحمد لله. اوه بص اللعبه دي طلعت لحد فين؟ ما تيجي نلعبها. انسى. على فكره دي بتاع الكبار. لا انا بتعمل الحاجات دي. طب هروح اركبها انا. نعم. انت تروح تركب وتسيبني لوحدي؟ 10 دقايق. مش ام. هو انا جايبك هنا عشان تلعب ولا تقعد معايا؟ على فكرة الغرض من المجيء يتحقق وبيتعاملوا معاك انك مرتبطة. اتكلم ايه يا هشام؟ بحب قوي الخناقات بتاعت بداية العلاقات دي، بتبقى جامدة قوي. ايوه. مش دايما بتبقى لذيذة على فكرة. انا اخويا خطب وفركش في ظرف اسبوع بسبب الخناقات الصغيرة دي. اسبوع؟ ليه؟ هما اتعرفوا على بعض ازاي؟ من على تندر. هو اصلا في ناس عاقلة تتجوز من على تندر؟ ده الناس بتشقط بعض منه اساسا. انتوا صحيح اتعرفتوا على بعض ازاي؟ ها؟ قصة غريبة جدا الحقيقة. بس أنا كنت قاعدة على الفول وبودي كان قاعد برضو معايا، وبعدين جالي عصير مانجا كنت طالباه، وبعدين سرحت في الشريمو فاكر؟ أم فيونكا. أيوة بالظبط كده. وبعدين بودي وقع في الفول فحبيبي هشام راح لحقوه. بس هيرو. Yes he's my hero. قصة مقنعة تماما.